ومركز نيويو الطبي يتم بإشراف وإدارة دكتور عائض القحطاني. مثلا أنا الحين عندي مناسبة بس بشرتي خربانة، أسناني خربانين، شعري خفيف، جسمي مثلا تعبان، جسمي متنانة، متضايقة من جسمي، أبي أضعف، أبي أدش أطلع نيو لوك. هناك عندهم كذي برنامج كامل متكامل، دشين تطلعين واحدة ثانية، طلعين شيء عدل. يعتبر هذا من أهم المراكز في السعودية وفي الشرق الأوسط، موجود تحديدا بالرياض. وأحلى شيء فيه إن المركز هذا كل شيء فيه، يعني مثلا ما تقولين أبي شيء علاج الشعر وين أروح، زين أبي أضعف وين أروح، أبي أعدل بشرتي وين أروح، أبي أعدل أسناني وين أروح. لا، أنتي تدشين هناك تسوين كل اللي تبينه، كل التخصصات موجودة، كل التخصصات التجميلية اللي تغيرت من إلى موجودة هناك، في كل العمليات اللي تخطر في بالكم لعلاج السمنة موجودة هناك بعد في مركز نيويو الطبي. إنزين أنا الحين المركز هذا ما شاء الله وايد معروف، بس أنا ليش قاعد أتكلم عنه الحين؟ طبعا هذا شيء وايد حلو ويشرفني ويسعدني إن اختاروني أنا إن أقول لكم هذا الخبر الحلو. في ناس يبون يروحون بس يبون، بس يعني والله مثلا من الكويت يبي يروح. اعطيكم مثال، انا مثلا انا الحين بروح اسوي عمليه هناك بالسعوديه، بس انا ما ادري وين اروح، وين اسكن، شنو اسوي، شنو برنامجي. دكتور عائض القحطاني مسوي سياحه علاجيه، مسوي خطه سياحه علاجيه في الخليج، حجز التذاكر، حجز الفندق، عدد الأيام، كل الخدمات الطبية اللي تحتاجها المريضة أو المريض، كل برنامج كامل متكامل بعد العملية، حتى بعد العملية في استشارات إلكترونية تقدرون تتواصلون مع الدكتور، تقدرون تتواصلون مع المتخصصين، كلهم حاصلين على البورد الأمريكي، كلهم عندهم شهادات عالية. فالحين الخبر اللي أنا بقول لكم إياه إن مركز نيويو الطبي بإدارة وإشراف الدكتور عائض القحطاني مسوي سياحة علاجية. أي أحد يبي سياحة علاجية يبي يروح مرتاح، ما يفكر وين يقعد، شو يسوي، شنو ناقصه، مو ناقصه، كل شيء متوفر لكم. حبيت بس أقول لكم إن مبروك على هذا الشيء، انه متوفر الحين في مركز نيويو. بحط لكم الحين كل التفاصيل ملوتهم، بحط لكم حساباتهم، ضيفوهم. وترى الحين مسوين عروض قوية بمناسبة نهاية العام، دشوا عليهم الحين وشوفوا خدماتهم وشوفوا عروضهم.